السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي وان محمد شرافي بن وان محمد زمري. رقم الجمعي 1211843. في هذا اليوم سأقدم عن مشكلة الدعاء في المنهج وعلاجها. سأشرح لكم أن أقدم أن مرقل لموضوع البحث. تعود الدعوة إلى الله تعالى من أشرف مهام صفوة البشر، إذا هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي من أفضل أعمال الخير، لأن بها تحقق هداية الناس وقيامة المجتمع فاضلة. وقد أنسى الله تعالى على أصحاب الدعوة إليه. وقد واجهت دعوة الإسلامية على مر العصور تهدئة ومعوقات على الصعيد الداخلي وخارجي، وجعلتها تهد من انتشارها السريع. ولابد لما واجهت هذه التحديات بمزيء من التخطيط والدراسة ووضع برامج للتغلب عليها وتخلق مخاطرها. ولا ريب أن المنطلقات الصحيحة تستلزم نتائج مستمرة. ومن هناك كانت دعوتي إلى الله تعالى على أساس يجب أن تقوم عليها. فمن لم يكن من أهل هذه البصيرة لم يكن داعية حقيقا ومؤثرا. تظهر ثمار دعواته على بدية. إذا الجاهل لا يصله أن يكون داعية، لأن التمييز عنده بين الخطأ والصواب من عنده. أهمية موضوع تهدية في سبيل الدعوة إلى الله ومعالجتها في كونها من أكبر أسباب خلاف بين جماعة منتسبة إلى الإسلام، فضلا عن الخارجة عنه. إذا كل جماعة وفأة صارت تنتهج منهجا مغايرا ومتجاهلا للأصول الدعوة القويمة التي تعرض الإسلام عرضا سليما ومتسبا للجماهير المختلفة والمتنوعة. أهداف موضوع ومعالجته التهديات والمعوقات الحديثة التي تعيق سبيل الدعوة إلى الله تعالى، وإيجاد الحلول لكل ما يعترض الدعوة إلى الله تعالى من المشكلات. أسباب أنا اختار في هذا الموضوع معالجة إخافات كبيرة في المجالات الدعوية، سواء كانت داخلية أم خارجية، والحد منها، والتي من شأنها إساءة إلى الدعوة الإسلامية. منهج المستخدم عند ثلاثة منهج في هذا الموضوع، يعني الأولى منهج استقرائي،
وذلك باستقراء التهديات والمعوقات الداخلية والخارجية للدعوة. منهج ثاني منهج وصفي، ويتحقق ذلك من خلال جمع معلومات من مصادرها وتوصيف هذا التهديات وبيان حقيقتها والتنبيه إلى آثارها. منهج آخر منهج التهليلي، منهج التهليلي وذلك بتهليل هذه التهدية والمعوقات للوصول إلى النتائج المرجو. سنواصل عن مباحث الأولى في التحدي الداخلية التي تخص الداعية والمدعوين وترقى مواجدها. مطلوب الأولى التحدي التي تخص الداعية. الأولى إفعال عناية بتكون الداعى وتأهيلهم. ثانيا عدم اقتداء بدعوة الأنبياء عليهم السلام عموما والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. ثالثا عدم استقالة ليت الدعاة عن الحكومة والأنظمة. رابعا ضعف التنوع في أساليب الدعوة ومواكبة التقنية الحديثة. خامسا في هجر السنة التدريس في الدعوة وتقديم الأولوية. سادسا اتخاذ الدعوة حرفته ووظيفته وليست أمانة ورسالة. سابعا ارتجال وعدم التخطيط. في مطلوب الثاني التحية التي تخص مدعوين. الأولى الغلو التعصب وجمود الفكر. ثانيا الفتور وكسال. ثالثا كبر. رابعا الإعراض عن السنون الإلهية في عقوبة الأموم. خامسا افتتان مدعو بالحضارة الغريبة والتأثر بمناهجهم. مبحوث ثاني مبحوث ثاني عن التحديات الخارجية قبل الداخلية. في التحديات الخارجية عن التي تواجه الدعوة الإسلامية وترقى مواجهتها. في هذا الموضوع مثل الأولى عن التحدي العلماء في مواجهة الدعوة. الأولى وحدة الأديان. ثانيا انفتاح الحاضر غير المنضبط. في مطلوب ثاني تحدي الإعلام الخارجي التشوية المتعمدة للإسلام والتخويف منه. عند ثالثا في مطلوب الثاني الأولى في وصف الإسلام بالإرهاب. ثانيا تشوية صورة الدعوة والدعاء. ثالثا استغلال قضايا المرأة في تشويه الإسلام. هذا فقط مني في مشكلة الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.